مقتل رئيس الأركان الهندي وزوجته وأحد عشر شخصا آخر في تحطم مروحيتهم في جنوب البلاد. قتل قائد هيئة الأركان الهندي الجنرال بيبين راوات وزوجته وأحد عشر شخصا آخر في تحطم مروحية في ولاية تاميل نادو في جنوب البلاد على ما أعلن سلاح الجو الهندي. كتب سلاح الجو في تغريدة له أنه مع الأسف العميق بات من المؤكد أن الجنرال بيبين راوات والسيدة أمادوه ليكا راوات وأحد عشر شخصا آخر على متن المروحية توفوا في هذا الحادث المؤسف. وهذا الجنرال المقرب من رئيس الوزراء ناريندرا مودي هو أول رئيس لهيئة الأركان في الهند بعدما استحدثت الحكومة الهندية هذا المنصب العام 2019. وغرد رئيس الوزراء وزير الدفاع بأن هذا أو بأن وفاة أو الوفاة المبكرة تشكل خسارة لا تعوض للقوات المسلحة وللهند. وتحطمت المروحية من طراز ME-17 والروسية الصنع لسبب غير محدد بعد قرب كونور في ولاية تاميل نادو فيما كانت تستعد للهبوط. وكانت المروحية في طريقها إلى كلية ديفنس سيرفيس ستاف كوليدج العسكرية حيث كان سيتوجه الجنرال إلى العسكريين الجدد ولطاقم في قاعدة جوية مجاورة حسب ما قال مسؤول كبير في الجيش. أظهرت لقطات مصورة نشرتها محطات التلفزيون الإخبارية حطام المروحية التي اندلعت فيها النيران في موقع الحادث في منطقة حرجية كثيفة قرب محطتها النهائية في منطقة نيلجريس. تحطمت المروحية على بعد نحو 10 كيلومترات من الطريق الأقرب ما أجبر فرق الإنقاذ على التوجه إلى موقع الحادث سيرا حسب ما قال مسؤول آخر من فرق الإطفاء لوكالة فرانس بريس. وأظهرت أيضا صور من الموقع حشدا يكافح لإخماد النيران بدلاء ماء بينما كانت مجموعة من الجنود تحمل أحد الركاب على نقالة مرتجلة. ذكرت وسائل إعلام محلية أن المروحية أقلعت من قاعدة لسلاح الجو في سولور بعد الظهر الأربعاء بالتوقيت المحلي. وأيضا أعلن سلاح الجو الهندي أن الناجي الوحيد من الحادث وهو قبطان من كلية ديفنس سيرفيس ستاف كوليدج نقل إلى مستشفى عسكري قريب. ويتحدر الجنرال راوات من عائلة عسكرية خدمت عدة أجيال منها في القوات المسلحة الهندية انضم إلى الجيش برتبة ملازم ثان عام 1978. خلال 4 عقود من الخدمة العسكرية قاد القوات المسلحة في المنطقة الخاضعة لإدارة الهند من كشمير والمتمركزة على خط أو على طول الخط الذي يفصلها عن الصين. وينسب إليه إضعاف التمرد الانفصالي على الحدود الشمالية الشرقية للهند وقد أشرف على عملية عبر الحدود مع بورما المجاورة. وكان قائدا للجيش المؤلف من 1,300,000 عنصر من العام 2017 حتى 2019 قبل أن يصبح رئيسا لهيئة الأركان بهدف تحسين التنسيق بين الجيش والبحرية والقوات الجوية بحسب محللين. وأعلن وزير الخارجية الهندي أنه تأثر بشدة بوفاة قائد هيئة الأركان. المزيد من التفاصيل على موقعنا الإلكتروني أخبار الآن .net.